تقود مسقط حراكا ضمن جهود إقليمية ودولية لدفع ميليشيا الحوثي الإرهابية للموافقة على تمديد جديد للهدنة الأممية التي انتهت في 2 أكتوبر الماضي. والأربعاء الماضي أرسلت سلطنة عمان وفدا إلى صنعاء المختطفة للقاء قيادة في ميليشيا الحوثي ضمن جهود الوساطة التي تقوم بها بين ميليشيا الحوثي والسعودية والرعاية المباشرة لها خلال الأشهر الماضية والتي ظلت في إطار السرية. ولا تعرف على وجه الدقة النتائج التي توصل لها الوفد العماني حتى الآن، غير أنه لا مؤشرات تلوح في الأفق تؤكد نجاح الجهود الحالية لمسقط في الشروط التعجيزية التي تطرحها ميليشيا الحوثي. وفي منتصف أكتوبر الماضي أعلن عن تبادل الوفود بين السعودية وميليشيا الحوثي ضمن مخرجات المفاوضات التي يجريها الجانبان في مسقط. إذن وبالعودة إلى خبر جهود مسقط لتمديد الهدنة، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي ذهب الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك دكتور علي. إذن هناك جهود من قبل مسقط لتمديد الهدنة، وكذلك بالمقابل هناك شروط تعجيزية من قبل الحوثيين، كيف تنظر إلى هذه الجهود من مسقط؟ أتصور أن الجهود العمانية هي جهود مكملة لدورها السابق في التوقيع على الهدنة، لأن لعمان دور كبير في ذلك، وهي تمثل وسيطا مقبولا إلى حد كبير لمختلف الأطراف، لا سيما أنها الطرف العربي الذي لديه تواصلا مستمرا مع الحوثيين ومع إيران التي تمولهم. فهذه الزيارة هي تأتي بعد انقطاع 3 أشهر أو على استمرار الهدنة بشكل غير رسمي منذ 3 أشهر، وربما أنه قد تكون هناك حلول مطروحة جديدة تحاول تقليل من ما يبديه الحوثيين من تعنت، لا سيما فيما يخص تسليم الرواتب وفقا للقوائم التي يطرحونها وما يفرضونه بشأن تقاسم موارد النفط، خصوصا أن هذه الموارد باتت عدما بعد تهديدهم أو ضربهم مناطق أو آليات التصدير في ميناء ضبة. نعم دكتور علي، كما ذكرنا هناك شروط تعجيزية من قبل الميليشيا الحوثية، لكن برأيك هل تعتقد أن هناك شروط إضافة إلى ما ذكرتها الميليشيا من دفع لرواتب الميليشيا الحوثية من قبل الحكومة الشرعية أم لا؟ ربما يدور الجدل الآن حول دفع الرواتب وفقا للقوائم، لأنهم يصرون على هذه المسألة بوصفها مكسبا شعبيا يلوحون به أمام المواطنين في المناطق التي يسيطرون عليها، وهذا التلويح يزيدهم مزيد من الدعم لمقاتليهم أو لشعبيتهم المتراجعة بسبب ما يواجهونه أيضا من انقسامات داخلية بدأت تظهر إلى السطح بين مراكز القوى داخل المجلس السياسي وبين قيادة الحركة ذاتها. ولا أتصور أن هنالك أشياء جوهرية يمكن أن تطرح في سياقات أخرى غير ما طرح خلال 3 أشهر الماضية لتجديد الهدنة في أكتوبر الماضي. نعم دكتور علي، هناك من يقول أن هذا التحرك من جانب مسقط دليل على فشل جهود المبعوث الأممي والأمريكي، ما رأيك بهذه المقولة؟ هو في كل الأحوال يعني انعكاس أو صدى لهذه الجهود، لا يمكن لعمان أن تلعب دورا أو تطلع بدور ما دون أن يكون هنالك اتصالا مباشرا مع هذه الأطراف. أنا أتصور أنه من غير المنطقي أن يكون لعمان تحركا منفردا دون أن يكون هنالك تواصلا بينها وبين المبعوث الأممي والولايات المتحدة الأمريكية، لأن عمان تمثل كما أسلفنا هي حلقة الوصل بين مختلف هذه الأطراف، حلقة الوصل العربية بين مختلف هذه الأطراف، ودورها كان واضحا خلال مسيرة الوصول الهدنة إلى بر الأمن في إبريل الماضي.
نعم، ماذا عن مخاطر الوصول لاتفاق لتمديد الهدنة نزولا عند شروط الحوثيين؟ وبرأيك ما هي المخاطر يعني في حال تمت الموافقة على هذه الشروط؟ وهل تعتقد أن الحكومة الشرعية ستوافق على جميع الشروط أم أن هناك آراء مختلفة؟ ربما الكل يدعو إلى السلام، ولكن الحوثيين يستفيدون من هذه من هذا الكمين المسمى هدنة لتحقيق المزيد من المكاسب، وهم وصلوا إلى نقطة مهمة وهي ضعف الطرف الذي يحاورهم، خصوصا الحكومة المعترف بها دوليا، لارتباط الهدنة بالتهديدات التي يثيرها الحوثيون في مناطق خارج حدود اليمن، لا سيما السعودية والإمارات. ولذلك موقف الحكومة ضعيف، وأتصور أنه لم يكن هناك بالأساس مكسبا لها من وراء الهدنة، لا سيما أن الطرق في تعز وهو الشرط الوحيد الذي يمكن أن تكسبه الحكومة لم ينفذ حتى الآن. ولذلك الحوثيون هم الآن يحاولون تجاوز هذا الحكم للانتقال إلى أحكام أخرى لم تكن في المدونة. موقف الحكومة ضعيف، والتحالف يحاول أن لا يدفع الحوثيين لتكرار الهجمات عليه، ولذلك أنا أعتقد أنهم إما أن يمضوا في المراوغة، والحوثيين في كل الأحوال هم كاسبون، أو أنهم سيمكنون الحوثيين من مزيد من الكاسب إذا فعلاً تحرك الحوثيون بالتهديد المباشر للسعودية والإمارات. نعم، هل تعتقد في هذه المحاورات التي تقام الآن ما بين الحوثيين وكذلك الحكومة الشرعية من أجل تمديد الهدنة، هل تعتقد أن هناك تنازلات من قبل الحكومة الشرعية أو الموافقة على شروط الحوثيين أم لا؟ في الوقت الراهن ما الذي تقدمه الحكومة الآن؟ إذا كان رئيس مجلس القيادة قال بصريح العبارة أن آلية تدفق النفط إلى السفن من ميناء ضبة عطلت تماما، وأنها تحتاج إلى ملايين الدولارات لإصلاحها. إذن هو قال أنه لا يمكن الآن الحديث عن مرتبات أو رواتب في مناطق نفوذ الحكومة، فما بالك في ما يطلبه الحوثيون من عوائد لصرف المرتبات في مناطق نفوذهم. فظلا عن ذلك آليات تدفق النفط في هذه المناطق إلى السفن باتت معطلة. إذن أنا أتصور أنه قد تكون هناك إجراءات لمعالجة هذا الاختلال، ومن ثم الانطلاق بالتفاوض بشأن ما يبديه الحوثيون من مطالب. نعم، إذن الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور علي الذهب كنت معنا، شكرا جزيلا لك. Thank you.